شو ما نافع الفريز الستروبريز كتير غنيين بالمواد اللي اسمها انتي اوكسيدنت او مواد مضاده للتاكسد مثل كل البيريز الكرامبريز والبلوبريز. بالاضافه لهالشيء الستروبريز غني بالمانغانيز غني بالبوتاسيوم وغني بالفيتامين سي. كمان الفريز معروف انه بخفف معدل الضغط بالدم، فقد ما فيكم استفيدوا من موسم الفريز لانه الفريز هي صوديوم فري فات فري كوليسترول فري والكالوري طبعاً كتير قليل.